اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعين قناه الفجيره مطلع الشمس، بنرحب فيكم باطلاله جديده من برنامج ضربه حظ. وبالبدايه بحب امسي على زميلتي ورفيقه دربي في برنامج ضربه حظ نوار. مساء الخير. يسعد مساك امجد، يسعد مساك كل اللي عم بيشوفونا من خلال قناه الفجيره ببرنامجنا ضربه حظ. واكيد ما رح ننسى نمسي على الجمهور الموجود معنا بالفجيره مول. امجد، حلقه جديده كلها تحديات، بس لازم نذكر الموجودين والمشاهدين برعاة الهدايا والناس اللي عم تقدم الهدايا بتحديات برنامجنا. اولا العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، وايضا معنا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، وايضا معنا ريفولي وفن بلوك وفندق رويال ام والطاير للسيارات من فورد. اسمع تحيه لداعمين برنامج ضربه حظ، تحيه. يا سلام، جاهزين؟ لا نايمين يا نوار، نركب السياره ونفل ونروح. يلا يلا جاهزين. شو اسم البرنامج؟ برنامج يا سلام يا حلوين، يا سلام. أمجد، أكيد لازم نذكر الجمهور والمشاهدين بفقرات برنامجنا، أولها فقرة شرق وغرب، هو وهي، وفقرة الأمثال. أما الفقرة الأهم والأكبر هي طبعاً فقرة شرق وغرب اللي راح نبلش فيها، وبعدين أنت كنت بتوقع هلأ هي شرق وغرب، بس أنا قلت لك الأهم والأكبر. الأهم هو وهي ضربة حظ. ضربة حظ الأخ. أوه، عندنا ضربة الحظ. صح صح، أنا جزء من البرنامج وقاطع عن أنا نسيت ضربة الحظ. طبعاً حجرين النرد، اليوم غيرنا قانون حجرين النرد، كنا معتمدين على رقمين 6 و6 بمجموع 12، هلأ فينا نلعب على أي رقمين متشابهين في نهاية البرنامج للدخول في السحب على سيارة فورد والحصول على 10 كوبونات مقدمة من البرنامج. فعلاً أمجد، هذا التغيير كتير حلو لصالح كل المشتركين اللي بيزورونا بالفجيرة مول وبيشاركونا. بطل شرط تجيبوا 6 و6 ويكون المجموع 12، هلأ صار فيكم لما ترموا النرد أي رقمين متشابهين بيكون عندكم فرصة لحتى تربحوا 10 كوبونات تدخلوا السحب لتربحوا سيارة فورد. أكيد. شو رأيك نبدأ بأولى فقراتنا؟ يلا نبلش. شرق وغرب، رح نختار اثنين من الأطفال. أنا رح أبدأ بفريقي واختار. يلا اختاري فريقك يا نوار. ها 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 ها. يلا يا نوار. ايه؟ يلا يا نوار، يلا يا نوار. لا انت. وأنا كمان بدي. وأنا بدي أختار هلا. أوكي نختار. أستاذ علي ممكن تطلع لنا وقفي هون، خبريني شو اسمك؟ يارا. أوكي. من وين؟ من مصر. أهلا وسهلا يارا، طبعا أنا كتير حبيتك لأن كنتي أصلا كتير متحمسة بتقول أنا. أوه فريقنا كله بنات. بلشنا بالبنات، تفضلي تعالي هون. عرفنا عن فريقك يا أمجد. يارا. من وين؟ من فلسطين. تحية لجمهور فلسطين. شو اسمك؟ أسمع. يارا. يارا؟ تنتين يارا. تنتين يارا؟ لا شكلكم متعرفين على بعض قبل شوية. لا صدفة حلوة. يارا من مصر ولا يارا من فلسطين، رح نشوف مين رح يربح. بس لازم خبرك يا يارا إنه أنا عندي سر، أي حدا بفريقي بيربح. لا فلازم تتحديني. ما عليك. ونشوف. رح تكون ربحان إن شاء الله. أوكي. يلا تفضلوا. يارا ويارا عدوا على المربعات الزرق. تفضلوا. تفضلوا. هون. عدوا على هذا المربع. وانتي كمان يارا على المربع الثاني. شوفوا الصورة الموجودة قدامكم وحاولوا ركبوا أكبر عدد ممكن من القطع وتكون صحيحة. جمهور بدنا تشجيعكم أكيد. وين التشجيع؟ تفضلوا اقعدوا، اقعدوا وافتحوا الصندوق، شوفوا القطع، بس لا تبلشوا قبل ما أمجد يعدلكم. يلا جاهزين؟ فيك تشوفي القطع إذا بدك، وفيك تشوفوا السكرين مشان تركبوا الصور. تمام؟ يلا جاهزين؟ يلا 1 2 3. دقيقتين عنا يا نوار. ايه لازم نتذكرهم انه معنا دقيقتين، لهيك ركزوا كثير منيح. مين الاسرع؟ شوفوا الوان القطع المتشابهه. مين الاسرع يا نوار؟ يارا. فريقي ولا فريقك؟ طبعا فريقي، يعني انا ما بدي احكي كثير بس هلا بنشوف. اليارا اللي عندي ولا اليارا اللي عندك؟ يارا اللي عندي. لا انا بحكي لك اللي عندي. شوف يارا اللي عندي ركبت قطعتين صح؟ ويارا اللي عندك كمان مركزة وعم تحاول قدر الإمكان. فينا نركب أي صور؟ فينا نركب أي صور؟ أي صور ممكن نركب؟
أي جزء من الصورة. فيكم كمان تعتمدوا على الألوان ممكن تساعدكم. هي صح بس أنت ما عارفة. بدينا نغشش فيها. بدينا نغشش يا جمهور شاهدين. ها أنا ما حكيت إشي. أنا ما عملت شي على. لا ها. أوكي بسمح لك تساعد يا را شوي بقطعة واحدة بس. أمجد يارا صارت مركبة ثلاث قطع. أمجد أنا قلت لك قطعة واحدة على فكرة. طيب أوكي. ويارا شوفي الألوان يا يارا الألوان القريبة على بعض. أوكي برافو. يا سلام يا سلام. صار عندنا كمان قطعتين صح. بلشنا صح هون عنا. بلشنا صح ثلاث قطع صحيحة. بلشنا صح. لا هون هلا. اوكي يارا عندها خمس قطع منفصلين بس صحيحه. فيكي تكملي وكمان هون. انا هون على فكره بعرف اذا مو شايفني يعني. ها اسرع. فور اسرع. للاسف انتهى الوقت. شكرا لكم يا صبايا يا حلوين. يا رين احنا كثير انبسطنا انك شاركتينا وانبسطنا تعرفنا عليكي. شكرا. يلا تفضلي يا صديقتي ويا فريقي يارا. الف مبروك يارا. وين حجر النرد؟ يارا كانت الاسرع واكبر عدد ممكن من القطع الصحيحه ركبتها. راح نشوف النرد يا يارا. فيكي ترمي النرد. تفضلي. ها جاهزة؟ جاهزة؟ ارمي النرد. تمام؟ يلا بسم الله. رقم خمسة. ستة. جاهزة رقم ستة. ألف مبروك يا رب تربحي معنا تو تيكتس من جالكسي سينما. شكرا لك. هيوها. وبدنا نختار كمان. قلت لك انا ما بعرف انت عامله في سر في خلطه عندك. بدي بدل المكان. خلطه السعاده عندي. بدي اختار انا من الاطوال الحلوين اللي جات هناك. انا بدي اختار تاي. ايوه يا امجد في حدا من الاطفال اسمه سيف. تعال سيف كان عم يحكيني قبل ما نبدا وقال لي انا بدي شارك معك. اوكي نتعرف عليك. سارة من وين يا سارة؟ سوريا. من سوريا. أهلا وسهلا. تحية لسارة. أسمع سيف من وين أنت؟ من مصر. أهلا وسهلا فيك سارة وسيف. معكم بس دقيقتين لحتى تركبوا أكبر عدد ممكن من القطع الصحيحة وبتقدر تشوفوا الشاشة. أوكي يلا تفضل. يلا يا سارة خليكي قوية يا سارة. جاهزين؟ بدنا نعد. واحد اثنين ثلاثة. بلشنا. معانا دقيقتين. فيكم بين سارة تشوفوا الألوان ممكن تساعدكم. ركز كتير منيح سيف. بلشنا. يلا 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 يا سارة. سارة عندها قطعتين صح. مين بده يشجع سارة ومين بده يشجع أحمد؟ يلا سيف شجعوا سيف. يلا بلش التحدي. روح فشيتي لي غلي يا سارة. برافو سيف كمان عنده قطعتين صح. أحلى سارة. أوه سارة صار عندها خمس قطع صحيحة. سيف ثلاث قطع. ركز كتير منيح سيف. صاروا أربع قطع. برافو. لا التحدي كتير حلو. ستة. سارة صار عندها ستة وسيف عنده خمسة. فرق قطعة واحدة من هون. هدول اللي بيشبهوا بعض نقرب على برافو. سيف صار عنده برافو ولا مو برافو؟ لا مو برافو. سيف القطعة غلط مكانها غلط. أوكي هلأ برافو. سيف صار عنده ستة وسارة صار عندها ستة. صار عندها سبعة سارة. أيوة صح 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 كانت صح. لا
احنا نقلب. لا مو صح. لا مو صح. صح مو صح. لا مو صح. سيف صار عنده 7. غيرها اختاري. صار عنده 6. تحدي كتير قوي اليوم. ركزوا. سيف صار عنده 8. انتهى الوقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 عند سارة. سيف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لا هي ما ركبت. ايه ما لحق يركبها. ها ما لحق يركبها. لا بس رن الجرس. يا اوكي يا سيدي بلاها. هو هيك هيك في فرق 3. ها شو يا كنترول سيف. سيف ربحان. سيف ربحان. بس صراحة عملت جهد سارة. ايه الصراحة سارة شكرا كتير. نحن كتير انبسطنا انك شاركتينا. بس سارة تعرفي شو بدل التجهد صراحة جمعت صور يعني أنا يربحوا الاثنين اكيد. الف مبروك سيف كمان مرة. نقطة لفريقي يعني مع كل بس تواضع. كمان فريقي. تحية لهم. بدي اسمع تحية لسارة ولأحمد. اوكي سيف ارمي النرد. خلينا نشوف شو الهدية. يلا رقم 6. سارة أنت كمان ارمي النرد. رقم ستة. كمان 6. 6 و6. أوكي ألف مبروك سارة. بتربحي معنا 2 tickets من جالكسي سينما. شكرا. وأنت يا سيف قسيمة مشتريات بقيمة 100 درهم للأطفال من الفجيرة مول. شكرا لكم. هيوم سارة وأحمد نختار كمان. اختاري حدا لفريقك واختار حدا لفريقي. يلا اوكي مين بدك انت؟ بدنا حدا من الاطفال اللي ما شاركونا قبل. انا بدي اشوف الاطفال الجداد كمان. تعال اللي بنختاره. لا تعالي. تمام تعال انت الجديد. لا اللي جنبك اللي لابس تيشيرت اصفر. اللي لابس اصفر اللي تحت هون بالصف الاول. تعال. ايوه تعال. اوكي عارفين عن حالك شو اسمك ومن وين؟ اسيل يوسف من السودان. اهلا وسهلا فيك يا اسيل. وانت عارفنا. شو اسمك يا حلو؟ كنان. كنان من وين؟ حيولك كنان. حيوهم الاثنين. كنان واسيل معكم دقيقتين لحتى تركبوا اكبر عدد ممكن من القطع الصحيحه بتقدروا تشوفوا الصوره. اوكي يلا جاهز تفضل. يلا نبلش. لا تبلشوا قبل ما امجد يعد لكم. يلا 1 جاهزين. 1 2 3. تركيز. يلا يا اسيل ويا كنان. مين راح يفوز؟ ركز يا كنان. شوف الالوان اللي بتشبه الالوان الثانيه. تشجيع. وين اسمع تشجيع؟ وين يا جمهور؟ ركزوا شوي حاولوا تركزوا على صورة واحدة أو لون واحد. يلا يا كنان. أمجد أنا شايفتك. أسيل. أوكي صح أسيل عنده قطعتين صح. كنان. شو يا كنان؟ وكنان عنده قطعتين صح. يلا يا كنان. يلا. أسيل صار عنده أسرع. 3 قطع صحيحة. 4 قطع صحيحة لأسيل. وأسرع يا روح كنان. أمجد صراحة أنا بساعده يعني. أوكي يلا معلي ساعده. غير يا كنان غير. 4 قطع. خلص شوف مكان تاني. يلا يا أسيل. سبن
6 3 2 1. للأسف انتهى الوقت. كينان عنده بس قطعتين صح، وأسيل عنده 5 قطع صحيحة. حظ أوفر كينان. بتشاركنا إن شاء الله. ألف مبروك أسيل، ورح تربح كمان. شكراً. مرة فريقي الحلو بيربح معنا. شو شعورك بس نحن ربحانين؟ أكيد قليلو لا بقى يتحداني. أعطتك خلطة سحرية صح؟ والله سابق هيوها. أسيل ارمي النار، خلينا نشوف. يلا. رقم 6. كلهم بيجيبوا 6 على فكرة. ألف مبروك يا أسيل، ربحتي معنا فاوتشر من فن بلوك موجود بالفجيرة مول. شكرا. سافي بدي أسمع. أنا برأيي خلص يعني. أنا ما بعرف شو أنت. أنا ما بعرف شو بتشربيهم، عصير والله ولا شيء. أمجد أكيد رح ننتقل لفقرة هو وهي، بس بالأول رح نطلع بريك سريع ونرجع. يلا. ورجعنا لكم من جديد لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. وصلنا لتاني فقرة بالبرنامج، فقرة هو وهي. ويا أمجد يعني بنصحك وبنصحك تختار الناس اللي يكونوا معك يكونوا هيك أذكياء ويعرفوا الإجابات لأنه حرام يعني كل مرة عم تخسر أنت. طيب أوكي، على فكرة شوفوا يعني ليش هيك يعني، على فكرة لا تستفزيني حتى على هوا. أنا فريق اليوم فايز فايز، مثل ما صورنا بسناب شات أنه أنا اللي راح أفوز. لنشوف لنشوف لنشوف. ليش؟ لأنه صراحة أنا أشك أنه اللي راح يجيني راح يجيني عالم ذرة وراح يجاوب كل الأسئلة. أوكي أنا والله ما بزعل إذا فزت، وخصوصا أنه كل اللي راح يكونوا بفريقك راح يكونوا سيدات، فأنا راح أكون جدا سعيدة إذا ربحته. أوكي؟ أوكي. هو وهي رح نختار شاب وصبية من الناس الموجودة معنا بالمول. الشاب رح نسأله أسئلة بتخص الصبايا، والصبية رح نسأله أسئلة بتخص الشباب، ونشوف مين عنده معلومات أكثر عن الجنس الآخر. أختار فريقي أنا؟ تفضل. أنا اختار فريقك. تفضلي. وفريقي تفضل. يلا راح يبلش التحدي، راح يبلش التحدي بيني أنا ونوار، بين فريقي أنا فريق نوار، وإن شاء الله أكون أنا يا ربي إن شاء الله. ما راح أزعل صدق. أهلاً وسهلاً يا فريقي. مرحب. مرحب. هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. نتعرف عليك. آلاء محمود. آلاء محمود من وين؟ فلسطين. تحية لآلاء. نسمع تحية. يا سلام. نتعرف على حضرتك. محمود خلف. من وين؟ من مصر. أهلاً وسهلاً. أهلا فيك يا محمود. جاهز؟ رح ايوه. رح نبدا معي يا امجد. اول سؤال بيقول شو يعني التوكسيدو بالملابس النسائيه؟ التوكسيدو يلا كنترول اعطيني التايم مساعده شيف الراس 3 2 1. انتهى الوقت. الجواب هي الكشكشه اللي بتكون على البليزر او الفساتين. والله سؤالي سهل، والله سؤالي سهل. شو يعني النخذة؟ النخذة شو يعني؟ ربان السفينة. شو؟ ربان السفينة. شو يا جمهور؟ صح؟ سافي عندي يا أمجد، شو يعني الكونسيلر بالمكياج؟ كونسيلر؟ شي في الوجه؟ شي في الوجه؟ تنظيف البشرة؟ لا شل 3 2 1. ايه صح. هلا شوف هو قال لي بحدد يرن الجرس وتحكي لي صح صح. لا هيك هو قال لي هو يعني اوكي غلط. خافي العيوب، خافي العيوب غلط. عندك يا نوار. طيب عندك يا هاي سؤال يعني ناس يعني اللي بيروحوا الصناعيات وبيصلحوا سياراتهم، شو يعني الكربريتر في السياره؟ اعتقد انه هو موجود فوق الماكينه، ولكن اللي بيخلط الهواء مع البنزين او الديزل. صح سقفة صح. شو يعني الفير اللي بيستخدموه النساء للشعر؟ شو بيعمل الفير؟ الفير بيخفف يعني بيخلي الشعر خفيف كده اللون، يخلي الشعر زي الكيرلي. صح. عندنا نقطة. لا تزورني. عندنا نقطة. طيب ماشي اوكي. هذا السؤال كمان نحن بنستخدمه بلهجتنا اوكي وبنعرفه. شو معنات المسطرين؟ المسطرين في البناء خلط. كثير عم تساعدوها شباب. طب
صح 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 سافة. ألف مبروك. لا ربح كاسح الصراحة. قلت لي إيه بالبداية؟ أنا أقطعه. واضح. شو يا نوار؟ خلص مبروك. ألف مبروك. خلص. شكراً سيد محمود. نورتنا. ناخد وين النرد؟ تفضلي. ورقم رقم 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 ستة. ستة. ألف مبروك. بتربحي معنا هدية بقيمة 300 درهم من مسك الإمارات. شكراً. 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 تحية لآلاء. أوكي أنا قلت لك ما بكون زعلانة إذا أنت ربحت بهذا ال... بين أنا. أوكي يلا بيطلع لك مو مشكلة. رح أختار فريقي. مين من الشباب بيحب يشاركنا؟ من الشباب الكبار. الكبار. الشباب الكبار. اللي شاطر في المعلومات. ها. شو شباب؟ شو صبايا؟ شو صبايا؟ شاركنا؟ وين؟ حدا ما شاركنا من قبل. بدنا حدا شارك جديد. شو الأزواج اللي موجودين؟ أهلا وسهلا. إذا بتشرفوا تفضلوا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. أهلا وسهلا. طبعا أنت مع فريق نوار. نتعرف عليك. أهلا وسهلا. تفضلي. اسم الكريم. مهند. من وين؟ من الأردن. أهلا وسهلا فيك مهند. تحية لأهل الأردن. تعرفنا على المدام أمجد. متعرف عليكي؟ أنا من الأردن. أنا من الأردن. هلا من الأردن. تحية كمان. أوكي. أنتوا أزواج صح؟ لازم تغلبي زوجك اليوم. لا لازم لا ما تغلبها. خلص إذا هي ربحت أو أنت ربحت 2-1 صح؟ أوكي رح نبدأ معي يا أمجد. أول أوكي. سؤال بيقول شو يعني شنطة الكلاش النسائية؟ إشي؟ شنطة نسائية. شوف يعني هي صح شنطة نسائية بس إلها هيك خصائص. 3-2-1-2 هي شنطة بدون علاقة. شوفي هذا سؤال سهل. طيب البوجيات في السيارة، البوجيات اللي بيكون راكبين فيهم أسلاك كهرباء، كتير عم تشرح. توليد الحرارة، درجة الحرارة، شرارة الكهرباء. صح صح صح. سافي عنا شو يعني التنورة الميدي؟ التنورة الميدي القصيرة. وسط. وسط صح. عنا نقطه يا امجد. طيب سافي سافي كمان هيوم. شو يعني العرموس في البناء؟ العرموس في البناء صح. سافي 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 سافي. اوكي شو يعني الكشتبان بالتطريز؟ ما سمعت السؤال. كشتبان الكشكشة اللي بتكون بيستخدموه الحلاقين. يلبس في الإصبع لحمايته من الإبرة. طيب هذا السؤال سهل للشباب وللبنات. شو معنات التسلل في كرة القدم؟ التسلل في كرة القدم. التسلل اللاعب بيدخل بيكون أقرب إشي لخط الرسمة الملعب. صح 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 يعني تسلل. كمان ربح كاسة. شكراً. طبعا مدام ترمي النرد. نشوف حجر النرد. يلا يا سلام. وين رقم؟ وصل الحجر النرد عند المخرج. رقم رقم واحد. واحد رقم واحد. ألف مبروك يا مدام. تربحي معنا هدية مقدمة من نسيم كافيه. خذي معك. شكرا. شكرا كتير. رح أوكي. نختار كمان. رح اختار كمان حدا. مين بحب يشارك من الكبار من الشباب؟ مين ممكن يشاركنا شباب؟ عزة انت رافع ايدك مصور يعني اذا بدك تعها. بس خلي باس اللي يعطيك ابروف شباب. ها مين شباب ما شاركونا من مرحبا. قبل شاركونا تحدى يا شباب. مين بحب يشاركنا من الشباب؟ تفضلي جربي حظك معنا. ها تفضل تفضل. ما بقدر. ها شباب تفضل. اهلا وسهلا. تفضل تفضل تعال. ها صار عندك متسابق يا نوار. صار عندك وسهلا. متسابق. وتفضلي تفضلي تفضلي. وعليكم السلام. السلام تفضل. وانت طيب صح وسلامه.
لا شيخ الشباب. تعرفنا أنت شيخ عن حالك؟ الشباب. تحية تحية لشيخ الشباب. بيستاهل. تعرفنا عن حالك؟ وليد يونس. فضلي. من وين؟ مصر. أهلا وسهلا فيك. صبية جيدني فريقي. تفضلي. بتعرف عليكي؟ مرة ثانية؟ أم أحمد. أم أحمد تحية لأم أحمد. جاهزين؟ رح نبدأ معي يا أمجد. السؤال الأول بيقول شو وظيفة الأسيتون بالأظافر؟ الأسيتون دول عشان يزيل ال صح. عندك يا أمجد. والله. طيب أوكي. ما وظيفة حكم التماس في كرة القدم؟ وهذه ورمي التماس. حكم التماس. حكم التماس. لا شوفي في حكم ملعب بوسط الملعب وحكم التماس اللي بيكون على الخط. على الخط. رمي التماس اللي يكون على الخط. صح. نحسبها صح. بس على فكرة مساعدة السيد وليد. ولكن خلص. بس مش من مصلحتك تساعدها. خلص. أنا تحسب عنا نقطة. والله. ملهاش دعوة. أهم حاجة ملهاش دعوة. قال لي مراتي. عادي يعني أوكي. أنتوا أزواج. تحية للأزواج. طيب عنا السؤال شو يعني السويتر بالملابس النسائية؟ اللي هو السويتر اللي بتلبسه. البلوزة. لا مش البلوزة. زي البلوزة بس مفتوح من قدام. صح. هي البلوزة صح. ما بنلبس تحت شيء صح. والله صح. طيب صار عنا نقطتين. سافر لأنه صح. طيب شو وظيفة علبة السرعة في السيارة؟ علبة السرعة في السيارة. سيد وليد ممنوع. ممنوع ثلاثة. شو وظيفة؟ النقل. النقل. نقل السيارة. نقل السيارة يعني نقل المحرك صح. في نقل. في نقل صح. طيب ماشي. تحسبها صح. عنا شو يعني الباربيكا بالطبخ؟ نعم. باربيكا اللي كان الشطة. باربيكا الشطة. صح يعني يمكن هي بمصر شطة بس نحنا مكتوبي فلفل أحمر حلو مجفف. صح. أنا لازم أوقف بالنص لأنه الطلبة هدول شو اسمه أزواج يعني. أيوة الأزواج مو مشكلة. طيب آخر سؤال شو وظيفة تسد. شو وظيفة المشحاف في الدهان؟ المشحاف اللي هي الرولر. السكينة المعجون. السكينة المعجون. صح. صح والله. صح. سافة. تعادل. تعادل. تعادل بمساعدة من الطرفين. ألف مبروك. يلا ليتس بيرس. الاثنين ربحانين. يلا بسم الله. رقم أربعة. 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 سيد وليد أنت أربعة. كمان لو ترمي النرد. وبدنا حجر النرد كمان مرة. تفضل. رقم. رقم ستة. ستة. أربعة وستة. والنبي أنتم مذكرين كويس. الحمد لله. كل عام وأنتم طيبين. طيب ورمضان. ألف مبروك مدام. تربحي معنا هدية مقدمة من ريفولي. وسيد وليد إفطار لشخصين من رويال إم. شكرا لكم. شكرا لكم. يعطيكم العافية. هيوم سفة. طبعا خلينا النرد. طبعا احنا مستمرين نوار بهالفقرة. تغلبت علي بس انا خليته يتغلب علي لانه انا يعني خليتكم تفوز. لا 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 في لسه تحديات لكن بعد الفاصل. رجعنا يا أمجد بآخر جزء من حلقتنا لليوم فقرة الأمثال لنشوف مين كتير شاطر بالأمثال وأبو الأمثال يطلع معنا. أكيد. نحن رح نخبره الجزء الأول من المثل هو كل اللي عليه أنه يكمل المثل. صح. ولكن إحنا بدنا أشخاص جداد وإن شاء الله كل الجمهور اللي موجود رح يشارك إن شاء الله طيلة شهر رمضان. أوكي ما بنستثني حدا ولكن بدنا شخص جديد شوي. ها وين الجداد؟ ها أمجد الصبية هون أول مرة. تفضلي. شوفها. تفضلي. أهلا وسهلا. مين راح يكون أبو الأمثال اليوم يا نوار؟ مين؟ شوف هاي ما فيها فريق وفريقك. إن شاء الله كل اللي يطلعوا معنا يربحوا. وعليكم السلام. أهلا. أهلا. تعرف عليكي؟ نهى من مصر. أهلا وسهلا فيكي نهى. نهى طبعا خليني نشرح لها شروط. أوكي. أوكي. طبعا خمس ثواني لكل مثل. راح نعطيك خمس أمثال. على الأقلية لازم تكون مجاوبة ثلاث أمثال. أوكي. تمام. رح نبدأ معي يا أمجد. المثل الأول بيقول القرد بعين أمه غزال. صح. عندك يا أمجد. هاي سهلة. تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. الله الله الله. أوكي. على قد الحافة مد رجليك.
صح عندك يا أمجد. الجمل الجمل لو شاف حردبته انتهى الوقت. أمجد بيقع وبتنفك رقبته. الله على المصري الضعيف جداً تبعك. غاب القط. العب يا فار. صح أربع إجابات صحيحة يا أمجد. حجر النرد حجر أكيد النرد. أكيد بتربحي معنا ليكو حجر سافي النرد. سافة سافة تحية. تفضلي مدام ترميه. رقم واحد. جائزة رقم واحد. مين راح يكون معنا أبو الأمثال بفقرة الأمثال؟ ألف مبروك تربحي معنا جائزة مقدمة من العربية للعود. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا. راح نختار كمان متسابق. أوكي. شو؟ يلا يا نوار شو؟ ها 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 ها. تفضلي تفضلي. بدنا حدا جديد. بدنا حدا جديد. بدنا حدا جديد. ما شارك من قبل. خجلان شوي. تعرفين عن حالك؟ وسام. من وين؟ من مصر. أهلا وسهلا فيكي وسام. بنصحك ما تسمعي المثل بالمصري من أمجد. أنت خدي باللغة العربية الفصحى. والله خلاص نرجع للعربية الفصحى. طيب يلا. أوكي ابدأ معك يا الحق أمجد. الكذاب. الحق الكذاب. هلا باب الدار بالفلسطيني. أوكي. لورا الباب. باب الدار. أوكي صح صح. صح. من شب على شيء شاب علي. صح عندك يا أمجد. رب أخ لك صديق لم ترده أمك. يا سلام. المنحوس منحوس ولو على رأسه فانوس. صح عندك يا أمجد. هاي آخر واحدة سهل لازم تخلصيها. اللي طلع من داره يتعلم إداره. يا سلام. سافة سافة سافة. تفضل ارمي النرد يا وسام. رقم واحد. كمان رقم واحد. ألف مبروك وسام تربحي معنا فوتشر من كافالو. شكرا لك. تحية بدي أسمع تحية. هلأ رح نختار ضربة الحظ. مين بدكم تشاركونا؟ تفضل. بدنا كمان شخصين. شخصين حدا من الأطفال فضل. أي أيوة أيوة. شو رأيك؟ أوكي يلا تعالوا. لا لك ها. تعال تعال خلي الولد أوكي. يجي تعال. تعال أي وتعال وتفضل حضرتك. بدي حدا جديد. بدي حدا جديد ما شارك. بدي حدا جديد ما شارك. تعرفنا عن حالك؟ اللي بنختاره بس. صبح الحميد. أهلا وسهلا فيك. يوميا مختار. يوميا مختار. وانت شو أكيد. اسمك؟ عبد الرحمن. من وين؟ من سوريا. أهلا وسهلا عبد الرحمن. وحضرتك؟ أميرة أبو بالا من سوريا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. لازم أذكركم إنه في تعديل بسيط صار على هاي الفقرة. مو لازم تجيبوا ستة وستة. لازم تجيبوا أي رقمين مثل بعض. يلا مع بعض. يلا عندكم ثلاث محاولات. أي رقمين متشابهين تدخلوا معنا على السحب. يلا أربعة وستة. أربعة وستة. أول كمان مرتين. خمسة وخمسة. خمسة واثنين. صح. كمان مرة. آخر محاولة. آخر محاولة. روع بقى. أيوة زي كده. خمسة وأربعة. حظ أوفر. حظ للأسف. أوفر. شكرا. خذ الحجرين بشكل سريع. ها واحد. رقم خمسة. يا سلام. أوه برافو. بيدخل معنا. ألف مبروك عبد الرحمن. تربح معنا عشر كوبونات. تعال تعال لهون. عشر كوبونات لتدخل السحب على سيارة فورد. شكرا لك. يلا ألف مبروك. يلا أي رقمين. أي رقمين متشابهين. خمسة واهون. واحد واحد. يا سلام. مبروك بيدخل. مبروك بيدخل معنا. بيدخل معنا السحب. بيدخل أمير أبو بالا. بالا ما شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا. زافل الجمهور اليوم معنا رابحين. أنا سعيد صراحة. النوار كتير حلو كتير صح. حلو هذا التعديل كان لصالحنا وصالح الجمهور الموجود بالفجيرة مول. أكيد. لكن للأسف يا أمجد نحن وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم وصار وقت نقول باي 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 باي.